إذا خصصنا هذا الموضوع ونحن على مقربة من امتحانات شهادة التعليم المتوسط وأيضا تليها امتحانات شهادة البكالوريا. لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع وأيضا أسعد باستضافة كل من سفيان حمادي أستاذ رياضيات، صباح الخير، أهلا بك. كما أسعد أيضا باستضافة عمار بن علي أستاذ فلسفة، صباح الخير، أهلا بك. كما نفتح أيضا اتصالات للمشاهدين الكرام أيضا فيما يخص هذا الموضوع، إذا الاتصالات تكون فقط من باب استشارات ربما فيما يخص لدينا أستاذ رياضيات وأيضا أستاذ فلسفة، ولكل المقبلين نعم على الامتحانات الرسمية بإمكانكم التواصل معنا عبر الخط الهاتفي الذي سيظهر أسفل الشاشة. صباح الخير من جديد. إذا هو بروتوكول خاص والحصة خاصة اليوم، بما أنه الضيف الخاص يعني هو خاص على حد سواء. سفيان أهلا وسهلا، وأنت على مقبولة من شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، أيضا أنت أستاذ تحضر التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات المصيرية، كيف تتم في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا من جهة، وأيضا بسبب الإضرابات التي شهدها القطاع بصفة عامة مؤخرا؟ السلام عليكم، شكرا على الترحيب. فيما يخص تحضير الشهادة البكالوريا، عندنا تحضير ممكن مكثف، عندنا ضغط عظيم على البرنامج. كما على بالك أنه تلاميذ كان عندهم حتى 8 أشهر انقطاع عن الدراسة من مارس، من شهر مارس 2020 حتى لشهر نوفمبر. 8 أشهر كانت فترة كبيرة وين تخلي التلميذ تقدري تقول ينسى وما قراش حتى الفصل، نهاية الفصل الثالث للسنة الثانية. بداية الدروس كانت في نوفمبر بالحصة 45 دقيقة، كان فيه برامج مكثفة في حصة 45 دقيقة اللي مش راح تكفي تلميذ باش يقدر يدير كلش، لأنه بدينا في شهر نوفمبر. تقدري تقولي شهر نوفمبر يا ربي يبدا يتفكر شوية، فصل الثالث تاع سنة ثانية ولا يكون انسى. وين بداية كانت صعيبة، لحد الآن رانا في التحضيرات الجيدة، تلاميذ راهم واجدين، ممكن عندهم الوقت ما كفاهمش لأنه تأخر بشهرين مقارنة بسنوات الماضية. نرتقب إن شاء الله الفانجو إن شاء الله. طيب سفيان، أنت أستاذ رياضيات، هذه المادة مهمة جدا خصوصا لدى شعبة العلوم التجريبية وإذا شعبة الرياضيات والشعب العلمية بصفة عامة. إذا كيف ترى التلاميذ يعني ومادة الرياضيات، يعني هل خليني نقول في تدارك للدروس، في تركيز أكثر على هذه المادة، أم في هناك مؤثرات كما قلنا مؤثرات جانبية أثرت على وجه خصوص؟ فيما يخص تلاميذ أكيد فيه مؤثرات، من بين المؤثرات أنه برنامج لم يكمل برنامج على كافة الولايات. لو كان لاحظوا أنه ولاية الغرب اللي بدأت فيها الإضرابات لحد الآن راهم في شهر ولا حتى شهر ونصف مدة إضراب، ولا هكذا أستاذ، ولا حتى لشهرين إضراب. يعني عندهم كاين مؤسسات لم تكمل برنامج بدون إضراب، لم تكمل برنامج، خاصة عندنا شعبة علوم تجريبية أو شعبة سير واقتصاد. لحد الآن عندنا محورين، تقدري تقولي ثلاث محاور، عندنا إحصاء، عندنا احتمالات بالنسبة لشعبة سير واقتصاد. لحد الآن لم توضح الصورة، هل سيكون المواضيع فيها هذه الدروس ام لا؟ لانه كاين ولايات لحقوا لهاد الدروس، كاين ولايات ما لحقوش. هل التلميذ يضيع وقته الان باش يدرس هاد المحاور في وقت لازم اللي يدرس المحاور الاولى اللي اكيد راح تطيح؟ لحد الان وزاره التربيه لم تقم بادراج اي عتبه، لم تقم بادراج على الاقل توقف المنهاج الدراسي فاش راح يكون في الوحدة الأولى الوحدة الثانية، هذه أكيد تطيح الوحدة الأولى الثانية، بصح الوحدة الثالثة والرابعة لم تقم بإصدار أي بيان رسمي. نعم. طيب في نظرك هل سيؤثر هذا على ضغط التلاميذ بصفة عامة؟ يعني أكيد أكيد أيضا. أكيد سيؤثر على ضغط التلاميذ، لأنه الفترة شحال قعدنا 16 يوم أستاذ
16 يوم، هل يراجع الدروس الأولى تاع الفصل الأول ولا الأشهر الأولى، أم يتطرق إلى دروس جديدة وراح يضيع وقته كما صار العام اللي فات وين جماعة ضيعت وقتها مع الإحصاء، ضيعت وقتها مع الدالة الأسية، في الأخير ما طحت لهمش في الباك. على كل حال أكيد التلميذ الآن راه يعيش ضغط. نتمنوا حنايا إن شاء الله وزارة التربية تراعي الظروف اللي جاز عليها التلميذ 8 أشهر انقطاع زائد 45 دقيقة للحصة زائد حشو في البرامج، توجد عدة برامج يقول لك في شهر تكمل وحدة هذه وهي الوحدة ما لازم لها الشهر. نعم. إلى آخره. طيب حتى مادة الفلسفة مادة مهمة جدا بالنسبة لي، شعبة الفلسفة أيضا، إذا كيف ترى التركيز أكثر وتركيز التلاميذ خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية؟ أول بداية صباح الخير لكل طاقم قناة شروق وكل متابعينا الكرام. لا يخفى عليك بأنه وباء كورونا ما زال يلقي بظلاله إلى حد الآن. نعم. وين سجلنا لعام استثنائي، وهذه نقدر نقول أصعب موسم على الإطلاق، لأنه لقينا صعوبات كثيرة جدا سواء من الطاقم الإداري وحتى الأساتذة وحتى التلاميذ. وجدنا تلاميذ لم يدرسوا الموسم الماضي لسبعة أشهر، وكأنه حطام، تلميذ محطم، لا يملك موارد، لا يملك منهجيات. الزملاء الأساتذة بذلوا جهودات كبيرة جدا، والدليل أنه زميلي لا يملك صوتا من كثرة الكلام. أيضا النشاطات الصفية والتفويج أثر كثيرا على التلاميذ، على الأساتذة، زملائي، نظام الحصص. حقا كان موسم استثنائي بأتم معنى الكلمة. بدورهم تلاميذ يعانون من هذا الإشكال بدورهم، والحقيقة أنا كأستاذ بسيط تلقيت جملة من العوائق لهذا الموسم. أنني أولا وجدت تلميذ لا يملك الرصيد الكافي من المعلومات، مما اضطرني إلى إعادة بعض المعارف السابقة. أيضا تقليص الزمن لم يعد كافي بالنسبة للتلاميذ، في السابق كانوا يدرسون ساعتين مثلا والآن أصبحت ساعة ونصف. هذه كلها تأثيرات كلها انعكاسات سلبية على الجماعة التربوية بأجمعها. طبعا هي مادة الفلسفة بالنسبة للأدبي، شعبة الأدب والفلسفة هي مادة حاسمة وهي أساس النجاح، وتحضيرات التلاميذ نقدر نقول إلى حد الآن هي تحضيرات متوسطة بكل صراحة، لأنه كان في عارضة جدا من التلاميذ للأسف انساغت إلى ما يروج به الفضاء الأزرق من تلك الإشاعات التي كانت تبث في نفوسهم حول تأجيل البكالوريا، ثم اصطدموا بالقرار الذي تم الفصل فيه، وهي الآن تحضيراتهم تتخذ منحى متصاعد، وهم الآن يبذلون أقصى ما يملكون، ونتمنى لهم التوفيق والمواصلة. نعم بالضبط، نحن على قبيلة أو لا تحصلنا أيام فقط قليلة للامتحانات الرسمية بالنسبة للبيام، أيضا تليها بيومين فقط امتحانات أو الأسبوع الذي يليه من امتحانات شهادة البكالوريا. إذا ربما العوامل التي تحدثتم عنها هي العوامل التي تؤدي بالتلميذ للجوء إلى ما يسمى بالدروس الخصوصية على وجه خصوص. طبعا هو الان ظاهره الدروس الخصوصيه اصبحت تقليد لدى اغلب فئه واسعه جدا من التلاميذ، بعدما الى كانت الى وقت قريب جدا خاصه بفئه معينه، الان اصبحت هذه الظاهره تشمل كل الناس وكل الاطوار وكل المستويات، لانه الاسباب ما نقدرش نشخصها في سبب واحد، توجد عده اسباب، عده عوامل. من بين العوامل الاساسيه التي يبرر بها التلاميذ ذهابهم الى المدرسه الخاصه هو أنهم يقولون لنا بأن في المؤسسة العمومية يتم التركيز على الجانب النظري في كل المواد، بينما في المدرسة الخاصة يكون هناك جانب عملي، فمثلا في مادة الرياضيات في الدرس الخاص يتم حل نماذج حية مباشرة، مثلا بكالوريوس سابقة، ويقترح الأستاذ للتلاميذ كيفية معالجتها وما هي الأخطاء التي ينبغي تفاديها، بينما في المؤسسة العمومية يكون هناك درس نظري بتعاريفه بتفاصيله بجزئياته الصغيرة، والتلميذ ينفر من الجزئيات ويريد ما هو مطلوب فقط، وهذا عامل أساسي من بين العوامل التي تذرع بها أو يحتج بها التلاميذ. أيضا يقولون بأن هناك أساتذة في المؤسسة العامة يقومون صح التعبير بالسرعة في الشرح، بينما في الدرس الخاص. طيب السرعة في الشرح، أنت كنت تقول قبل قليل أنه الغالب بحكم الوقت الضيق يعني يستلزم عليك أنك للدروس فقط من أجل إكمال الدروس طبعا هي بصفة حقيقة عامة، أنك الوقت مرتبط أيضا. هي كما قلت لك سابقا، موسم هذا الموسم 2020 هو موسم استثنائي. طيب. لم تسبق أن تمرت به الجماعة التربوية، نقدر نقول منذ استقلال الجزائر، لأننا أنا شخصيا لقيت تلميذ انتقل من السنة الثانية إلى النهائي بمعدل 9 فاصل،
ولا نعم. يملك الحطام، وجدته حطام مبعثر. طيب إذا تنضم إلينا فقط مباشرة، إذا بما أنه فتحنا المكالمات أكيد أستاذة من ولاية إليزي، من أجل تفاعلكم مشاهدينا الكرام. وصباح الخير أستاذة، أهلا بك. صباح النور. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ لا بأس الحمد لله، أنتم كيف حالكم؟ والله بخير والحمد لله. الحمد لله. تفضلي أستاذة، إذا كان في عندك تدخل حول الموضوع، أكيد حول دروس الخصوصية، ملاذة تلاميذ قبيلة الامتحانات الرسمية أيضا. والله أنا أود أن أقول فقط أن هذا العام هو عام استثنائي. نعم. بالنسبة لتلاميذ البكالوريا أو البيان. نعم. والله هناك ضغط، ضغط كبير. بالمدارس والمؤسسات التربوية. نعم، أنت أستاذة في أي طور؟ في الطور الابتدائي. أها، طيب. ولهذا لجأ التلاميذ إلى الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية في الحالة هذه الاستثنائية مهمة جدا جدا، لأن الأستاذ في المؤسسة لا يستطيع أن يؤدي الدرس على أحسن وجه في هذه الظروف، وخاصة في نقص في الحجم الساعي. نعم، صحيح. ونحن هنا بولاية إليزي نعاني جدا جدا، أو كثيرا كثيرا كثيرا. لا توجد دروس خصوصية هنا في ولاية إليزي، لا نجد أين نلجأ، وخاصة أبناءنا نحن كأولياء. نحن نعاني كثيرا، سواء كان في المؤسسات أو خارج المؤسسة، المؤسسات يعانون من الضغط، الدروس، الوزارة لا يكون، عفوا، الوزارة الحجم الدروس كان كثيف كثيرا. طيب. وبالتالي الأستاذ لا يستطيع أن يؤدي دروس على أحسن وجه، ولا يستطيع أن يكثف من التمارين، فالتلاميذ يعانون ضغط، ضغط كبير جدا عليهم في المؤسسة أو خارج المؤسسة. المؤسسة لا توجد دروس خصوصية بمعنى الكلمة في ولاية إليزي. وبالتالي فالتلاميذ في الجنوب بالأخص في الجنوب فهم يعانون كثيرا كثيرا، سواء كان داخل المؤسسات أو خارج المؤسسات، لا يستطيعون أين يذهبون، إنهم يعانون. نرجو من سيادتكم التدخل يعني في أقرب وقت، حتى ولو كان بمواضيع يعني لنهدئ نفوس أبنائنا. نعم. لنضعهم في جو أحسن. إني أرتبك صديقين، إني أتحدث معك وأرتبك، لأن المعاناة هنا في الجنوب جد صعبة، درجة حرارة مرتفعة جدا. نعم نعم، شكرا لكم. شكرا على جزيلا الموضوع. الأستاذة وصلت رسالة، شكرا. ربما الأستاذة تطرقت إلى نقطة، وهي نتكلم أكثر عن مش الولايات وإنما المناطق النائية أكثر، مناطق الظل. الولايات الكبرى هي التي تشهد فيها إقبال كبير، وربما توفر مرافق بكثرة مقارنة بهذه المناطق، يعني أكثر. قلت لك أنه ما فيش حتى دروس خصوصية في هذه المناطق. أكيد أكيد، تعرفي مناطق الظل الله غالب عليهم، ولكن في الماضي تقدري تقولي كان سبب أنه ما عندهمش دروس خصوصية، بصح في الآن بالجائحة تاع كورونا بسلبياتها أتت بإيجابياتها، ومنها أن نشوف عشرات الأساتذة عندهم قنوات على اليوتيوب، وعندهم شروح مفصلة لكل الدروس. على بالي كاين مناطق ممكن ما عندهمش انترنت، كاين أولياء ما عندهمش حتى تليفون. هذه هي الدنيا، واش حبيت. حتى وما نزيدوش كما قالت هي، أهلنا في الجنوب يعانيوا من الحرارة والتحضير البكالوريا، أو راح يكون في شهر جوان، وشهر جوان في المناطق الجنوبية ماشي شهر جوان في المناطق الشمالية. شحال عندها؟ كان البكالوريا في 7 جوان، كان البكالوريا في 6 جوان، البكالوريا راهي في 20 جوان، وين تكون حرارة جد مرتفعة، ربي يكون في عونهم على كل حال. طيب صحيح. إذا التلميذ كيفاش حتى يقدر، أو في مكالمة أخرى تقول لي أمينة، والأساتذة راهم بكثرة ما شاء الله. عبد الباسط من وين؟ أمينة؟ نعم، من واد سوف. صباح الخير أستاذ، أهلا بك. صباح النور زهيدة، السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضل. أهلا بك وأهلا بالأستاذ الحاضرين معك. نعم، أهلا وسهلا، تفضل. إذا كان في عندك مداخلة أكيد
في الموضوع. تفضل. اكيد اختي، حبيت فقط من نضيف اضافه لما قالت الاخ، يعني الاخت من ولايه الليزي. طيب. بخصوص الدروس الخصوصيه، صراحه انا مصطلح دروس خصوصيه كاسم انا ضده صراحه، لانه كلمه دروس خصوصيه بالنسبه للمجتمع يفهمها دائما بمنظور سلبي، انه امر تجاري، انه كذا انه كذا. صراحه انا كاستاذ وكثير معايا اساتذه نعملوا دروس للتقويه، اسمها دروس تقويه للتلاميذ، ونمارسوها يعني بشكل مجاني، يعني بدون ناخذ اي فلوس من التلميذ، يعني خاصة في الفترة الأخيرة للتحضير للامتحانات، يعني يكون جانب نفسي، يكون نزرع الثقة في نفوس تلاميذنا وما إلى ذلك يعني. طيب. هو الأساس يعني. طيب، في رأيك يعني لماذا لا يلجأ التلميذ لدروس الخصوصية أكثر من الدروس، خليني أقول في على مستوى المدرسة يعني على حد المدرسة. نعم والله والله يا استاذه، فعلا هذه المشكله نحن كاساتذه نعاني منها كثيرا، وربما احيانا يكون عندها جانب سلبي اكثر منه ايجابي كدروس خصوصيه، يعني لانه للاسف احيانا اللي تلقيه يقدم في دروس خصوصيه تلقيه ما عنده ولا علاقه بالقسم، يعني ما عندهلوش اصلا بالمستهدفات اللي لازم يوصلها التلميذ وما الى ذلك، وبالتالي يوقع لنا خلط ما بين ما يقدم في القسم وما يقدم في هذه الدروس الخصوصيه، وبالتالي راح يقع ارتباك لدى التلميذ ويعني حذف في معلوماته يعني الاساسيه يعني. صحيح. نعم. صح، شكرا جزيلا، شكرا استاذ. شكرا اختي زايد، وبارك الله فيك. شكرا. 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 طيب، انا عندي سؤال فقط استاذ عمار بن علي حول التلميذ، التلميذ كيفاش يقدر يدير ثقه في الاستاذ او في المدرسه بالنسبه للدروس الخصوصيه، خليني نقول خصوصا المقبلين على شهاده الامتحانات، يعني خلوا المرحله الاخيره، خليني نقول الشهر الاخيره وفتره الاخيره، باش يروحوا يراجعوا الدروس عند هذاك الاستاذ، كيفاش يقدروا يديروا الثقه في انه هذيك الفتره كافيه باش يعوضوا وشرح لهم ولا باش يراجعوا؟ هي فقط كملاحظه صغيره، هي من المفروض الدروس الخصوصيه لا يجب تماما ان تكون بديل عن الدرس الذي ينفذ في الثانويات. نعم. هي في حقيقه الامر دروس خصوصيه مجرد تكمله، مجرد اضافه. وللاسف النظره الجزائريه، نظره تلاميذنا او نظره المحيط العام، ينظرون الى الدروس الخصوصيه وكانها خلاص، وهذا خطا. الدروس الخصوصيه لا تعوض تماما ما ينفذ في المدرسة العمومية، هي مجرد تكملة، هي مجرد تقوية، وهذا الأصل. وهذه دروس خصوصية موجودة في كل دول العالم تقريبا، لأنه التلميذ يذهب إلى محاولة تقييم وتقويم الكفاءات التي تحصل عليها، ولذلك لا يجب أن نأخذها بأنها هي الحل. تلاميذنا نعم نشاهد بأن هناك إقبال كثيف جدا في الآونة الأخيرة كما سبقتي وقلتي نحو الدروس الخصوصية، وغايتهم هي الحصول على بعض الطرائق، على بعض النصائح التي يقدمها لهم الأساتذة هناك، لأنني قلت لك بأن الأستاذ في المدرسة الخاصة ينفذ، يكون عملي ولا يكون نظري، أي أنه يقوم. فمثلا أنا في مادة الفلسفة في المدرسة العمومية أقوم بشرح الدرس أولا، فأضبط مفاهيمه، بعد إشارة المفهوم أعرج إلى الأنواع، ثم أتناول المقال. بينما في المدرسة الخاصة يكون الذهاب مباشرة إلى السؤال، أي يتم استنساخ سؤال مباشر من موضوعات سابقة، أو اختراع سؤال من تأليف الأستاذ، ويتم معالجته بشكل جماعي، ونبرز للتلاميذ نقاط القوة ونقاط الضعف، أي ما يجب فعله وما يجب تركه. وفي الآونة الأخيرة كما قلت يوجد إقبال كثيف، لأن الموقع اقتربت وتلاميذنا يقبلونك بصفة واضحة على هذه الدروس. نعم، ربما الأمر متغير بالنسبة لمادة الرياضيات. سفيان. والله هي في عنده ملاحظة خفيفة، في الماضي كانوا اسمها دروس الدعم، دروس الدعم، لأنه التلميذ كان ممكن يكون ناقص في بعض الأمور في بعض الدروس، كانوا اسمها دروس الدعم، ممكن يدعم نفسه مع أستاذ خارج، أستاذي يكون يدعمه في بعض الدروس اللي ماهوش فاهمها. الآن أصبحوا اسمها الدروس الخصوصية، وين ولا التلميذ يعتمد اعتماد كلي على الدروس الخصوصية. وتقدري تقولي هذا ماشي صحيح، هو الاعتماد صح يكون داخل القسم، أخذ التلميذ لنسبة فهمه للدروس على الأقل 50% إلى 60% داخل الدرس، وتكمل الدعم في بعض الدروس خارج المدرسة. هذا هو في الأصل دروس الدعم. دروس الدعم. وكما قال لك زميل، دروس الدعم هذه موجودة في كل دول العالم، حتى في الدول المتطورة، في ألمانيا، في أمريكا،
كاين دروس دعم لانه كاين تلاميذ ذو مستوى عالي، كاين تلاميذ ذو مستوى منخفض كي نقدر نقولوا. الان اصبح المشكل انه في الدروس خصوصيه، حتى التلميذ اللي راح يجيب الباك ديسات راح يجيب ديساز تلقاه ايضا يدير دروس خصوصيه مع انه ما يسحقش دروس خصوصيه. هذه مشكله تكمله فقط. نعم. بالنسبه للتلاميذ اللي خلوا الفتره الاخيره باش يعاودوا يجوا يراجعوا دروس على اساس انه المنقذ الوحيد هو الاستاذ في ماده الرياضيات خصيصا، يعني التي تتطلب جهد مضاعف. صعيبه هي باش تلميذ زعما ما قراش عام، ما قراش في بدايه سنه، ما قراش ويجي مع الاخر زعما يحب يفهم كلش، يحب يراجع كل دروسه. كيفاش تتعاملوا مع هذا التلميذ؟ ممكن يدي، ممكن يفهم من كل محور على الاقل. نعم. الاسئله الاولى فقط. ما يقدرش يكمل وما يقدرش يتعمق في محاور لانه تدي وقت. كل شيء مدروس، فصل الاول مدروس، فصل الثاني مدروس، ماهوش راح يكفيه. ممكن يكون عنده معلومات ويجي ماهوش فاهم فقط بعض الدروس. طيب نبقى في هذه النقطه، ولكن قبل هذا نستقبل اول اتصال اخر من بالعباس. صباح الخير. صباح النور. اهلا بك، مرحبا بك، تفضلي. الاخت انا نتصل كولية امر فقط. نعم اهلا وسهلا. فيما يخص الدروس الخصوصيه، انا ولية امر وعندي ابناء يدرسون في المتوسط والثانوي. طيب. انا نشوف بان الدروس الخصوصيه اصبحت ضروريه جدا. لماذا؟ احنا كولية امر انا عندي تلاميذ، نعرف باللي اولادي راهم يقروا عند الناس اكفاء ما شاء الله. ولكن الظروف يعني الاكتظاظ اولا، ثانيا كثافه البرامج. ثالثا الحجم الساعي لكل ماده ما بقاش يكفي باش الاستاذ يقوم دوره احسن، يعني على احسن ما يكون. لهذا فضلت انا شخصيا فضلت انني ندير لاولادي دروس خصوصيه، اولا تفاديا باش انا في البيت ما نغفلش بالمراجعه معاهم، يعني اعتبرهم راهم يراجعوا ثانيه من هذاك الباب. ثانيا اضمن بان اولادي غادي يكملوا البرنامج وغادي يديروا تمارين تطبيقيه في كل المواد، يعني مش غير درس وتمارين على حسب الوقت، ولكن نعم. نشوف لاولادي هنا غادي يتمكنوا من ماده يتمكنوا، وهنا ما يعني انا نشوفها ضروريه ضروريه. نعم. جدا هذا ضروريه الدروس. جدا لاكمال الماده. صحيح. نعم صحيح. شكرا جزيلا، شكرا على التدخل. شكرا. طيب الاستاذه او وليه الامن نعم تكلمت على هذه النقطه وحول دائما كما قال سفيان، لماذا التلميذ مرغم، يعني كيفيه التعامل معكم انتم كاساتذه مع التلميذ اللي جا في الدقيقه الاخرى ويقول لك لازم عليا ندارك دروس؟ اولا اشكرك على هذا السؤال المتميز. هي حقيقه هي حقيقة فقط للسيدة كريمة بالعباس، الغريب أنه في المدرسة الخاصة يوجد فيها عدد تلاميذ أكثر مما يوجد في المؤسسة العامة، لأنه السيدة الفاضلة تكلمت عن مصطلح الاكتظاظ، لأن ما يدفع إلى المدرسة الخاصة هو الاكتظاظ. ولكن الغريب أننا نجد مع صديقي نجد أننا في بعض المدارس الخاصة نجد أن عدد التلاميذ أكثر بعدد رهيب كما يروج ذلك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. سيدة كريمة أنا شخصيا لا أقبل من يأتي في الوقت البدل الضائع. نعم. بكل صراحة. لا، لأنني لا أتحمل مسؤولية تلميذ يأتي في الوقت المستقطع أو في الوقع على الهامش. يعني عندك فترة معينة تتبع فيها لا أقبل تلاميذ الجدد، ليس تكبرا وليس استعلاء، وإنما حفاظا على جملة الأهداف التي تم إنجازها من بعض التلاميذ، لأنه راح يربك تلاميذ زملائه، لأنه تحضير سيدتي الكريمة يكون بداية سنة، فالطالب المحضر حقا باعتبار أنك أنت اجتزتي بكالوريا وأيضا أخي وكل من اجتزى بكالوريا، تحضير البكالوريا يكون من بداية سنة ولا يكون في نهاية السنة. أنا العبد الضعيف لا أستقبل تلاميذ الذين يأتون في الشهر الأخير. نعم أساعدهم وأقدم لهم بعض ما يطلبون، ولكنني لا أتعامل معهم مع نفس التلاميذ الذين، لأنه كاين تقويم ابتدائي في بداية السنة يقوم نقوم به بتشخيص المعلومات السابقة، لأنه كاين تقويم فيه مراحل ثم تقويم مرحلي ثم يأتي أيضا التقويم الختامي النهائي، لأنه العملية التربوية السيدة الكريمة تمر ببعض المحطات، ولذلك أنا حريص على اعتماد هذا النسق. والتلاميذ المحضرين لشهادة البكالوريا يجب عليهم أن يكون مستعدين منذ بداية السنة، والأيام الأخيرة لا تكفي، وإن كانت كافية فإنها لا تكفي
للخروج بمعدل كبير او لاعداد طالب صاحب معدل كبير. نعم، ربما التلميذ الان اللي راه يشاهد فينا في هذه اللحظات يحتاج اكثر، نخصصوا اكثر نقاط حول النصائح والارشادات اكثر لتدارك الدروس مؤخرا. طبعا هي لحد الان الواقعه اقتربت، واقعه البكالوريا اسبوعان فقط. من بين اهم النصائح التي اوجهها للابناء الطلبه الكرام هو اولا وقبل كل شيء هو تفادي القلق والارتباك، اي نعم. ان القضيه قضيه جانب نفسي، على التلاميذ ان ينتصرون في الجانب النفسي لان الانتصار في الجانب النفسي هو الاهم، وشاهدنا بلي كاين معارك كثيره حسمت عن طريق المعنويات. طيب. اقصد بانه التلميذ لا يجب ان تتقهقر معنويته، يجب ان يبقى مركز ويتفادى كل مظاهر القلق والارتباك. هو اسبوع فقط طبعا، كيف اسبوعان يتعامل الطفل في هذا الاسبوع مع الدروس سواء المراجعه وايضا هي في البيت الآن مع بارك الله فيك اشكرك، لانه التلميذ الان هو محصل لمجموعه من المعارف وعليه بمراجعتها مراجعه خفيفه جدا. وقلت يجب عليه الارتباك، تفادي الارتباك، يجب الابتعاد عن منصات مواقع الفضاء الازرق لانها تبث كثير من الاشاعات والسموم التي تعثر عليه. على الطالب ان يركز، ان يبتعد عن القلق، على الطالب ان يدرك امامه انه امام امتحان بكالوريا وطني موحد في مساواه بين كل اطياف المجتمع. اين نسجل هذه الاجراءات؟ امتحان البكالوريا في تحالف لثلاث وزارات، وزاره الداخليه، وزاره التربيه، ووزاره الدفاع الوطني ايضا. بمعنى انه هذه العمليه تاع التربيه، بمعنى ان عمليه البكالوريا هي عمليه منظمه لكل ابنائنا في كل ابناء في كل القطر بالمساواه، ونتمناهم نتائج طيبه ومردوده. نعم، قبل ان اوجه اليك سؤال سفيان فقد نستقبل اخر اتصال. صباح الخير، اهلا بك. نعم صباح الخير، اهلا بك. صباح النور الاستاذه. نعم تفضل. دقيقه باش تسمح لي بالوقت الطاقه باش نسمع مليح. دقيقه باش لو سمحت. نعم تفضل. اذا اتصالات حول هذا الموضوع اكيد بكثره تقول لي امينه، ولكن نستغل فقط هذا الاخر اتصال بما انه اكيد الموضوع مهم، حتى التلاميذ يودون الاسئله او اسئله الاساتذه الموجودين معنا. نعم هل انت في الاستماع؟ نعم نحن في الاستماع. نعم صباح خير تفضل. صباح النور. صباح خير تفضل، اهلا بك. انا مفتش متقاعد من ولايه بزه. مرحبا بك. مرحبا بك. الو؟ نعم رانا في في الاستماع فقط، رجاء نقص التلفاز باش تقدر تسمعنا مليح. الموضوع هذا تاع الدروس الفروسيه كما ذهب اخير للتلاميذ تاع البكالوريا او المقبلين على شهاده الامتحانات الرسميه. بالنسبه اخي تسمع فيا؟ الو؟ نسمعوا فيك، انا نسمع. الو؟ طيب ربما عنده مشكل في الصوت أمينة. ألو؟ أكيد راح يعاود يتصل بنا إلى حكمنا أكيد. نعود إليكم من جديد. طيب صفيان، كنا تكلمنا مع الأستاذ عمار حول نقطة هذا الأسبوع، كيف يمكن للمقبل على شهادة البام سواء ولا البكالوريا من أجل التركيز أكثر على الدروس ومراجعة الدروس، بما أنه أكيد لديكم احتكاك كبير مع الطلبة. أنا كنت شفتك سفيان على أنه عندك احتكاك مع المقبل على الامتحانات، سواء يعني احتكاك مباشر وخليني أقول في كل مرة. فيما يخص تحضير خاصة على المقبلين على الشهادة الآن كما قال الأستاذ اللي يقرأ او بالدراسه راح تكون بدايه العام، تلميذ دوك ما عليه غير يركز وما يتعمقش في بعض المواضيع، لانه اي موضوع لو كان تعمق فيه ماكش راح تخرج منه. كل ما تتعمق تكتشف انك ما تعرفش دروس، وبالتالي راح يزيد عليك الضغط انت. مهم التلميذ اللي قرا من البدايه راه على باله، راه عنده حوصله من المعلومات وعنده مكتسبات اللي راح اكيد راح يطيحوا له في شهاده البكالوريا. يتجنب برك الجانب السلبي ويكون دائما معنوياته مرتفعه، واللي حضر مليح اكيد ما كانش لحد الان استاذ، لحد الان اكيد كل واحد قرا من الديبي، كل واحد راح تكون فيه نتائج باذن الله، وربي ينجحهم ان شاء الله كامل ان شاء الله. طيب مش مجامله فقط، ولكن الاستاذ بن علي عمار وايضا سفيان حمادي من بين الاساتذه المحبوبين اللي كامل يحوسوا عليهم، يعني بما انه عندك درتوا اسم سواء في الفلسفه ولا في الرياضيات، ما هو السر بن علي؟
هو حقيقة أنا التلميذ ربما كنت صادق معاه، نمشي معاه بقلبي، وقمنا بتضحيات كثيرة جدا. أنا مثلا أهملت شؤون عيشي، ابتعدت عن عائلتي، وتضحية من أجل أداء هذه الرسالة. من أجل أداء هذه الرسالة أكيد. لكن متأثر نعم. طبعا نعم. طيب سفيان. أكيد التعليم راح يبعدك على أمور بزاف خاصة بك، كما أمور عائلية، أمور شخصية، مش حيخليك تكون مع المجتمع كما خدام نورمالي، يكمل العشية يروح للدار غدوة يستنى، راح يكون فيه ارتباط مع تلاميذ. عندنا فقط الصيف برك شوية الريح، وفي هذا ما كان ما بداية سنة، من بداية سنة حتى نهاية الموسم، حتى في الويكاند نخدمه، حتى ما عندناش وقت وين تقدري تقولي حب العمل، وكي نشوفوا تلميذ اللي ينجح والفرحه تاع التلميذ هذيك اللي تنجح، هذيك اللي راح تنسينا في التعب تاع العام ان شاء الله. نعم بالضبط استاذ بن علي، هذه هي النقطه. نعم. انه نجاحهم هو كفيل. طبعا في الاخير نوجه رساله لكل تلاميذ. نعم. نتمنى لهم كل التوفيق. راك تشوفي قلت بلي كانت تضحيات كبيره جدا، لانه حقا الاستاذ هذا الموسم مر بضغط شديد جدا. الاستاذ راك تعرفي بلي هذه الظروف تاع حادثه برج بيجي مختار. نعم. اعتداءات. الاستاذ حقا هذا الموسم مر بمعاناه. انا شخصيا هذا نظام الحصص ارهقني، كنت اعمل يوميا من الاحد الى الخميس بدون انقطاع في سبيل المصلحه الوطن، ولذلك نشكر كل الاساتذه الذين قاموا بتضحيات. نعم. وابتعدوا عن عائلاتهم في سبيل انقاذ التلاميذ. حقا وجدنا تلميذ بعضهم ضعيف جدا، ما دفعنا الى بذل جهود جمه جدا. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ان جهود كل الاساتذه لا تبوء بالاول وتكللوا بالنجاح. واشكركم مره اخرى على حسن الاستماع. نعم انت استاذ في اي متوسطه؟ انا استاذ في ثانويه وليد المداد بالحراش، وهي ثانويه حتى المرتبه اولى وطنية على الصعيد الجزائر العاصمه لمده. نعم. حوالي 7 سنوات متتاليه. وانت سفيان؟ في البرزالي ومدرسه النخبه. مدرسه العييده. نعم في اقبال كبير مؤخرا للتلاميذ. اكيد في اقبال. دروس. نعم. اكيد في اقبال كثير مع الضغط اللي راهم يعيشوا فيه. ممكن كاين اساتذه ما كانوش، ممكن تلاميذ باش يكون على بالك، خاصه في دروس خصوصيه الفتره اللي جازوا عليها الاولياء، هذاك عام بدون عمل. عام ما يقدرش، كاين اللي ما يقدرش باش يخلص الوليد ولا في الدروس الخصوصيه، لانه جوزنا عام بدون عمل، عام رهيب جاز على كل الجزائريين على كل حال، يعني كان عام استثنائي، خاصه الاساتذه ونظام الحصص، لانه نظام الحصص تضاعف. الاستاذ اللي كان يخدم 18 ساعه على الاكثر ولا 22 ساعه على الاكثر، اصبح يضاعف العمل تاعو، يخدم صباحا ومساء لمده 45 دقيقه، كان ضغط رهيب على الاستاذ. على الاستاذ من جهه وعلى التلميذ ايضا من جهه على أخرى. كل حال طيب نتمنى كل التوفيق للتلاميذ. شكرا جزيلا لكل من الاستاذ عمار بن علي استاذ فلسفه، وايضا سفيان حمادي استاذ رياضيات، بالتوفيق لكم ولكل التلاميذ ايضا. الله يسلمك. شكرا. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم طيله هذه الفتره الصباحيه، وينضم الينا الزميل رمزي وافي ليوافينا بالمستجدات الاخباريه. اهلا بك. شكرا.